توج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، الفائزين بمهرجان جائزة سموه الثالث للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة تحت شعار لنغرس بسمة على صالة مسرح النهام بمركز المحرق الشبابي النموذجي بالبسيتين. لدى وصول سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كان في استقباله سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة الدكتور إبراهيم بن محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين، وعدد من المسؤولين. وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للمهرجان، واطلع سموه على معرض فني شارك فيه 30 فنانا تشكيليا بتقديم أكثر من 50 لوحة فنية. وأكد سموه أن مهرجان المسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة أخرج العديد من المواهب الشابة في نسخته الثالثة بمشاركة 32 فرقة مسرحية. وقال سموه إن الجائزة وجدت من أجل إهداف نبيلة وسامية، خصوصا أن المسرح الشبابي هذا العام أكد ما يتمتع به الشباب البحريني من قدرة على الإبداع والتميز. وأكد سموه أن المهرجان يأتي ضمن المبادرات المستمرة لدعم القطاع الشبابي في جميع المجالات وخاصة المجال الثقافي والإنساني، مبينا سموه أن الحضور الجماهيري الكبير في الحفل الختامي أكد نجاح المهرجان على جميع الأصعدة. وهنأ سموه جميع الفائزين والمتميزين في المهرجان، معربا سموه عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة من قبل الشباب البحريني الذين مثلوا مختلف الأندية الوطنية والمراكز الشبابية والأخوان من فئة ذوي الإعاقة الذين وصل عددهم إلى 750 شابا وشابة. وأعرب سموه عن اعتزازه وفخره الكبيرين بمشاركة إخوانه من ذوي الإعاقة في النسخة الثالثة، مؤكدا سموه أن هذه المشاركة كان لها أبلغ الأثر في إنجاح الحدث وذلك بشهادة الجميع. وأشاد سموه بجهود اللجنة العليا المنظمة بقيادة وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر، مؤكدا سموه أن هذه الجهود المضنية محل تقدير لما لها من دور كبير للوصول بالجائزة إلى أفضل صورة. ولفت سموه إلى أن هذه الجهود تسير في منح المتطلبات الرامية لصقل المواهب الشابة بالخبرات من خلال الاحتكاك مع مجموعة من الفنانين المتميزين. وأكد سموه أن الشباب الفني بات مصدر فخر للوطن، مؤكدا سموه أن رواد المسرح الشبابي بمثابة العمادة الأساسية لرفعة الوطن وبنائه، مبينا أن النهوض بالحركة المسرحية البحرينية هو إحياء لتاريخ طويل ممتد لمسيرة النجاح المتواصل للمسرح البحريني. وهنأ سموه الأسرتين الثقافية والفنية في المملكة على المجهودات التي بذلت من قبل ممثليها خلال المهرجان، مؤكدا أن المشاركة الواسعة أثبتت نجاح الفعاليات والعروض المسرحية. وقال سموه إن طموح الشباب البحريني وإبداعه يحتم علينا تقديم مزيد من الدعم للقطاع الشبابي في جميع المجالات بما فيها المجالات المسرحية والثقافية، مؤكدا سموه أن العطاء الذي قدمه شباب البحرين يبعث على الفخر والاعتزاز، مشيرا سموه إلى تقديم كافة أشكال الدعم للشباب. وتوج سموه الفائزين بالجوائز، كما شهد الحفل تقديم منحة دراسية مقدمة من الجامعة الخليجية وهي عبارة عن منحة دراسية. هذا وشهد حفل الختام فيلما عن العروض المسرحية المشاركة في المهرجان وعرض مسرحي من إخراج فهد زينل. كما شهد الحفل تكريم رواد المسرح وهم الفنان محمد عواد، الفنان سعد الجزاف، الفنان سعد البوعينين، الفنانة سلوى بخيت، الفنانة شفيقة يوسف. كما شهد حفل التكريم تكريم لجنة التحكيم والتقييم. وأكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة
أن حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى على حضور الحفل الختامي لجائزة سموه للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة وتتويجه للفائزين يعبر بجلاء عن اهتمام سموه بدعم المبدعين الشباب في مجال المسرح، والذي ساهم عبر سنوات طويلة في خلق روح التنافس الإبداعي ودعم وتشجيع الشباب البحريني على الإبداع والتميز، باعتبار المسرح الشبابي مكانا لخلق جيل واع مدرك لأهمية الرسالة النبيلة التي يحملها المسرح. وأضاف سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة أن استمرار النجاحات التي حققتها جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للعام الثالث على التوالي جاءت لتعكس جانبا من الإبداعات الفنية للشباب البحريني على خشبة المسرح وإيمانا بالطاقات الشبابية. وبين أن وزارة شؤون الشباب والرياضة ومن خلال جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي سعت إلى تحريك الطاقات الشبابية في مسرح الأندية الوطنية والمراكز الشبابية، والذي كان في فترة من الفترات يقود النهضة الشاملة للثقافة البحرينية في شتى مجالاتها وخاصة الجانب المسرحي. وتابع سعادة الوزير أن المشاركة الفاعلة في الجائزة تأكيد على قيادة المبادرات الشبابية الناجحة والرامية إلى مستقبل مشرق، والتي نعقد عليها الآمال والطموحات باعتبار الجائزة وسيلة تتحدث عن مستقبل المسرح الشبابي. وبارك سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة للفائزين بالمراكز الأولى في الجائزة.